ما جاوزت قالك لا تقول البوليس ما يقدرش يجيبوني بيان سو ما يقدرش سمحتش ثورك وثور عائلتك انا ماشي صوفيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. إذا كنقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد واللي غنتكلموا فيه عن آخر المستجدات والأخبار اللي هي في غاية الخطورة واللي توصلنا بها من مصادر موثوقة بأن المصالح الأمنية بإسطنبول بتركيا قامت باستدعاء المسمى صوفيا طالوني بعد الشكاية اللي رفعتها عائلة وئام الدحماني للشباه في تورطه في العصابة ديال حمزة مومبيبي. واستنادا لذات المصادر فقد جرى استماع لطالوني من طرف السلطات الأمنية التركية لساعات طويلة قبل ما يتم إطلاق السراح دياله بعد ما نفى جملة وتفصيلة كل اتهامات وأنه ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحساب حمزة مومبيبي المشؤوم. فيما أكد للسلطات الأمنية واعترف بعد استماع إليه أن طبيعة العمل دياله فضلا عن امتلاكه يعني واحد المصحة ديال التجميل أنه كيتاجر في التأشيرات حسب المبلغ المتفق عليه، يعني اللي بغى يمشي يسافر أي دولة فلازم أنه يحط واحد المبلغ يعني اللي كيكون متفق عليه يعني مسبقا باش يحصل على تلك الفيزا خصوصا يعني وبالضبط يعني بدولة تركيا. وبخصوص هذا التحقيق اللي خضع ليه هذا صوفيا طالوني أكد أنه تم استدعاء لسماع إفادته فيما نسب إليه حول العلاقة بهذه العصابة الحمزاوية كما ذكرت، وأكد أن الناس كتهموا أنه مع هذا الحساب المشؤوم واللي نفى من خلال العلاقة بهذا الحساب. ويذكر أن صوفيا طالوني كان أكد خلال السنوات الأخيرة أن صاحب الحساب حمزة مومبيبي هو سيمونة اللي مازال خارج أرض الوطن واللي في حالة فرار بالولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من واحد مذكرة بحث دولية اللي قدمتها السلطات الأمنية المغربية بخصوص هذا سيمونة، وللأكيد جميع أصابع الاتهام كتأكد أنه هو صاحب هذا الحساب كيف ما أكدته يعني سيدة شرف فنانة الصحراوية اللي كانت رفعت يعني ديك الشكاية في بداية هذه الأزمة وبداية هذه القضية اللي رفعتها بطبيعة الحال ضد الحساب وليس ضد أشخاص، فيما أكدت أن صاحب هذا الحساب هو فعلا هو سيمونة. فبخصوص الاعتقال ديال هذه المغنية فقد أكدت يعني بعض المصادر اللي هي من الكواليس ربما مصادر العائلة البطماوي اللي أكد أن المغنية مستعدة أنها تدخل للسجن إلا بواحد الشرط في حالة يعني المصادقة عليه من طرف محكمة النقد ناهيك عن استدعائها استعدادها لرفع الشكايات على جميع اليوتيوبرزات اللي كانوا كيتكلموا عليها وانهم كيتهموها انها هي صاحب الحساب حمزة مومبيبي. فكنستغربوا اخواني اخواتي بهاد التصريحات وهاد التسريبات ديال هاد المغنية اللي مازال كتبرأ راسها من هاد الحساب بالرغم من جميع الادلة اللي كتبت فعلا ان هي من كانت كتسير هاد الحساب. فالخبر اللي توصلنا فيه مؤخرا بعد قليل اللي اكدت انها مستعده باش تدخل للسجن وتدوز العقوبه ديالها الا بهذاك الشرط اللي هو انها تنتظر محكمه النقد. هنا فين كينطرحوا اكثر معالم استفهام الشخص او القاضي اللي كان كيحميها واللي اعترف فعلا انه كان حاميها في هذا الملف، كذلك يعني المرحوم القاضي يعني المرحوم يعني المحامي ديال ابو 20 الله يرحمه صراحة اللي كان مات يعني بسبب هذا الملف المشؤوم واللي خدع العاتق انه يعني ربما كان واحد تبنى واحد الملف اللي كانت كتشوفه مجموعة من الشكوك، وللأكيد ان هاد القضاة تسلموا مبالغ مالية كبيرة جدا اللي قدرت توصل الى اكثر من 350 مليون سنتيم واللي كانوا قسموا بيناتهم، وهادشي اللي خلى ان هذا المرحوم انه يموت بديك الفقصة خصوصا انه تبنى واحد الملف اللي هو مشكوك اخونا كما ذكرت. على اي فجميع المغاربة
امام هذا الوضع وامام هذا يعني المستجدات وهذه الاخبار بخصوص يعني متى غتدخل المغنيه للسجن، ما هو التاريخ، شكون يعني اللي كيحميها اكثر من هذاك القاضي اللي تم الاعتقال ديالو، يعني هذا المسؤول الكبير اللي بغينا نعرفه شكون بالضبط، فهو اللي خلانا اننا في حيره من الامر ديالنا، وخلى جميع اليوتيوبرزات انه كيتكلموا دائما على هذه القضيه ديال المغنيه واللي هي الان كتعيش حياتها عادي جدا، وحنا كنتكلموا في هذا الموضوع، يعني كل واحد شكون كيقول، كل واحد شكون يجيب اخبار ربما مؤكدة ربما غير مؤكدة، ربما إشاعات ربما من هذا القبيل، وهذا الشيء اللي خص لابد أن السلطات الأمنية تخرج بواحد البيان رسمي باش يعني تأكد واش هذا الملف تم الطي ديالو، واش المغنية كيحميها شي حد فعلا، واش أن المغنية حصلت على البراءة ديالها، بالرغم أن محكمة النقد كل مرة كنسمعوا أنه تم رفض الملف، مرة كنقولوا مازال قيد الدراسة، وهادشي كله وهاد المستجدات اللي دائما كنشوفو متباينة ومتضاربة فيما بينها، والقنوات كتكلم بطبيعة الحال، يعني كل واحد شنو كيقول، كل واحد يعني كيقول يعني شي أخبار ربما ليست موثوقة بهذا الخصوص، فهنا لازم أن السلطة الأمنية كما ذكرت يعني القضاء يخرج بواحد القرار يعني رسمي، قرار رسمي، حتى الشرطة القضائية تخرج بواحد القرار رسمي بخصوص يعني المتهمين الرئيسي، واش هاد المغنية مازال يعني متابعة في هاد الملف أو الملف تم الطي ديالو. فهادشي كامل إخوان إخواتي اللي كتشوفوا مجموعة من الشكوك، راه الشكوك كتشوفوا حتى أن القضاء المغربي راه مازال ما نصفش ديك الضحايا ديال هاد الملف ديال حمزة مونبيبي. ملف ديال حمزة مونبيبي كما تعلمون إخوان أخواتي اللي مشاو فيها ضحايا كثر، هاد الضحايا اللي مازال كينتظروا أنهم تم الإنصاف ديالهم، وهادشي اللي مازال ما شفنا لا حتى شي جديد بهذا الخصوص. السيدة عايشة حياتها، السيدة خارجة يعني في التبحار، السيدة يعني كتصل وتجول كما كنقولوا يعني في الأعراس، الحفلات، ما إلى ذلك، والناس يعني كتفقص وكتشوف ان القضاء فعلا يعني ما خداش الحق ضد هاد المغنيه، وتم الاعتقال ديالها فورا باش يكون القانون فوق الجميع. هنا اللي كيبين اننا فعلا ان هاد المغنيه كتحكم في هاد القضاء، يعني هذه الحقيقه وهذه الصراحه، وهادشي اللي جعل صراحه يعني جميع المغاربه كيتابعوا هاد الملف وهاد القضيه عن كتب وعن قرب، انه كتنتظر ما تتخذه، ما ستتخذه هاد السلطات من قرارات عاجله، لما تم فتح يعني مجموعه من الاشخاص يعني المتورطين في الفساد في سلك القضاء وما الى ذلك، وهذا الشيء اللي مازال كنتظروا بفارغ الصبر اخوان اخواتي. فإلى حدود هذه الساعة نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم، والناس جداد اللي مازال ما اشتركوش في القناة اشتركوا في القناة باش دائما تصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.